الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ذكرنا في قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي أصله الذي يرجع إليه عند الاختلاف، وهن محكمات من الإحكام التام، فليس فيهن تصريف ولا تحريف عما وضعنا له. وهذه الآيات حجة الله على عباده. والآيات المتشابهات ليس في الصدق لهن تصريف ولا تحريف ولا تأويل، لكن أهل الفتن يبتغون تأويل ذلك وتحريفه عما وضع له، بادعاء علم ما لا يعلمه إلا الله من هذه الآيات المتشابهات. وهي قد ذكر فيها أقوال، منها أنها الآيات المنسوخة، ومنها ما كان من أمور الغيب كوقت قيام الساعة وكيفية صفات الرب سبحانه وتعالى، وكذا في الأمثال والأقسام في أمثلة القرآن لأنها تحتمل وجوها، وكذا فيما أقسم الله عز وجل به كالمرسلات والنازعات ونحو ذلك. فقد اختلف العلماء في ذلك لاحتماله من جهة اللغة وجوها متعددة. وما نفاه الله عز وجل عن العباد في قوله وما يعلم تأويله إلا الله ليس راجعا إلى معنى الكلام، ولكن إلى حقيقة الأمور الغيبية التي استأثر الله بها. قال ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، اختلف القراء في الوقف ها هنا، فقيل على الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله ويقف ويستأنف جملة جديدة، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وهذا هو المشهور عند جماهير القراء. الوقف الثاني أن يقف على والراسخون في العلم، يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وعلى كلا الوجهين في القراءة في الوقف يكون هناك معنى لكلمة التأويل، ولا شك أن الوقف يغير المعنى، ولكن عند التأمل سوف نجد أن معنى التأويل على قراءة الوقف على الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله المنفي معرفة تأويله عن أهل العلم هو الأمور الغيبية. فكيفية ذات الرب وصفات الرب سبحانه وتعالى ووقت قيام الساعة لا يعلم تأويلها إلا الله، وهذه أمور استأثر الله بها. والراسخون في العلم لا علم لهم بهذه الأمور. وأما أن معنى الكلام مفهوم فهذا مما يدركه الراسخون في العلم، ويدركه كل من علم
الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع واللغة على تفسير آيات القرآن بمعان معلومة، وإن كنا لا نعلم الكيفية أو الحقيقة على التفصيل، فأنت تعلم أن هناك قيامة وهناك جنة ونار وأهوال في القيامة، ومع أننا لا نعرف ولا ندرك كيفية ذلك ولا وقت وقوعه. وكذا في صفات الرب، نعلم معانيها، نعلم أن هناك أن من أسماء الله السميع والبصير والقدير والعليم والحكيم، وكل منها لها معان واضحة يعلمها العرب بلغتهم، ويعلمها غيرهم إذا ترجم لهم معاني هذه الكلمات. وأما كيفية صفات الرب سبحانه وتعالى فتابعة لكيفية ذاته، والله عز وجل لا يحيط أحد به علما. قال ابن كثير رحمه الله: اختلف القراء في الوقف هاهنا فقيل على الجلالة، كما تقدم عن ابن عباس أنه قال: التفسير على أربعة أنحاء، فتفسير لا يعذر أحد في فهمه، وتفسير تعرفه العرب من لغاتها، وتفسير يعلمه الراسخون في العلم، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل. هذا الأثر ضعيف عن ابن عباس، ولكن من جهة المعنى في التأويل صحيح، وإن كان لفظ التفسير فيه غرابة، وليس معنى ذلك أن هناك آيات لا يعلم معناها بالكلية، ولكن كما ذكرنا الذي لا يعلم معناه بالكلية حقائق الأمور الغيبية، وهو في النهاية تفسير على التفصيل، تفسير تفصيلي بحيث تدرك الحقيقة كاملة. وهذا مما يدخل بسببه أمر التفسير في هذا المعنى من معنى التأويل. فأما التفسير الذي لا يعذر أحد في فهمه فهو ما أوجبه الله على العباد، لا يعذر في عدم علمه بهذا، لأن العلم به واجب، ككيفية الصلوات والفرائض والصيام والزكاة والحج والحلال والحرام، لا يعذر أحد في فهمه، يعني إذا لم يفهمه، لأنه يلزمه أن يسأل أهل العلم إذا لم يفهم، والواجب على الجاهل ما أمر الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وليس هذا لا يعذر أحد في فهمه بمعنى أنه يكون كافرا، ولكن لا عذر بمعنى آثم إذا لم يفهم معاني القرآن التي فيها أصول الإيمان وأصول الإسلام وأصول الإحسان الواجب من ذلك. وأما التفسير الذي تعرف العرب من لغاتها فهذا يرد إلى لغة العرب، والذي يعلمه الراسخون في العلم هو ما احتمل التخصيص والتقييد والتبيين بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يرد إلى الراسخين في العلم يعلم معناه، فقد يظن البعض أنه فيه إجمال أو لا دلالة فيه، فإذا بينته السنة رد إلى أهل العلم بالسنة فعلموا ما هو المقصود بذلك، مثل قوله تعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أي يد تقطع؟ هل يقطع اليمين أم الشمال أم اليدين معا؟ فنقول قد بينت السنة ذلك. من أين يعلم هذا؟ من الرجوع إلى السنة عن طريق الراسخين في العلم. وكذا أمر الصلاة والحج وغير ذلك، كيفية وتفسير هذه الآيات على وجهها الصحيح يعلمه الراسخون في العلم. وأما التفسير الذي لا يعلمه إلا الله فما ذكرنا من كيفية صفات الرب من الأمور الغيبية من وقت قيام الساعة وهكذا. قال: ويروى هذا القول عن عائشة وعروة وأبي الشعثاء وأبي نهيك وغيرهم. وقد قال الحافظ أبو القاسم في المعجم الكبير عن أبي مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أخاف على أمتي إلا ثلاث خلال، خلال يعني خصال: أن يكثر لهم المال فيتحاسدوا فيقتتلوا، وأن يفتح لهم الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، كل من عند ربنا. و
وأن يزداد علمهم فيضيعوه ولا يبالون به ولا يبالون عليه. قال غريب جدا. وفيه إسماعيل بن عياش الحديث فيه ضعف. وأما المعنى أن يفتح لهم الكتاب يسهل لهم حفظه فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله، يعني ربما قصد البعض منهم إلى ادعاء علم ما لا علم للناس به. وأنت تجد كثيرا من الناس يسلك في هذا مسالك، حيث يدعي مثلا أن الدجال يظهر في السنة الفلانية ويقول الكتاب والسنة يدل على ذلك، ويرمز إلى حروف، يعمد إلى حروف ويقول كل حرف برمز، وعمر هذه الأمة كذا، مثل يدعي عمر أمة الإسلام وأن الساعة لابد أن تقوم خلال 50 عاما ونحو هذا من الجهالات والضلالات. فهذا يبتغي تأويل علم ما لا يعلمه إلا الله. وروى الحافظ أبو بكر المردويه عن ابن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه فآمنوا به. وروى عبد الرزاق عن ابن طاووس عن أبيه قال كان ابن عباس يقرأ وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون آمنا به. ابن عباس يقرأها ويقول الراسخون، الراسخون في العلم يقولون آمنا به، فيذكرها قبلها من باب التفسير حتى تفهم على هذا الوجه. وكذا رواه ابن جرير عن عمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس أنهم يؤمنون به ولا يعلمون تأويله. وحكى ابن جرير أن في قراءة عبد الله بن مسعود إن تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، وكذا عن أبي بن كعب. واختار ابن جرير هذا القول وهو أن يقف على وما يعلم تأويله إلا الله، وبناء على ذلك الأمور الغيبية لا يعلمها إلا الله. قال القول الثاني منهم من يقف على قال ومنهم من يقف على قوله والراسخون في العلم، وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصول، وقالوا الخطاب بما لا يفهم بعيد. ما الذي جعلهم يرجحون هذا القول؟ قالوا بعيد أن يخاطبنا الله عز وجل بما لا نفهمه على الإطلاق، كأنهم حملوا معنى التأويل على هذه القراءة على معنى التفسير أيضا وبيان معنى الكلام، وقالوا كيف يخاطب الله العباد بما لا يفهم معناه، فهذا من أجله رجحوا ذلك. والحقيقة أنه لا تعارض كما ذكرنا، فعندما نقرأ والراسخون في العلم بالوصل نصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فالمقصود أن الراسخون في العلم لا يعلمون الغيبيات بالقطع، ولكن يعلمون التفسير لمعاني الكلام. ومن وقف لم يقل أنه هناك آيات مجهولة عبارة عن حروف ملتصقة بعضها ببعض، هذا لا يوجد أحد يقول هذا الكلام من أهل العلم. حتى الحروف المقطعة في أوائل السور قد تكلموا عليها، ومنهم من قال أنه لا يعلم وأنه يرد العلم إلى الله، ولم ينكر على من تكلم. ولم تزل كتب التفسير مشحونة بأقوال من أول الصحابة رضي الله عنهم إلى آخر من كتب في التفسير يذكر أقوالا، ولو كان أمرا يذم البحث عنه لما تكلم فيها أهل العلم. لو كانت الحروف المقطعة وهي أوضح يعني أو أكثر ما قيل فيه أنه لا يفهم، أكثر ما قال البعض فيه أنه لا يفهم، لو كان هذا مما لا يصح فهمه لأحد، ومثل ما لو أن أحدا من الناس قال أنه يعلم وقت قيام الساعة بعض الراسخون في العلم، ماذا سيكون الرد؟ الهجوم والتبديع والتضليل وربما التكفير، لأنه يكذب القرآن. لماذا إذن لم يتكلموا على من فسر الحروف المقطعة وذكروا هذه الأقوال كثيرة في كتب أهل العلم؟ لأن هذا أمرا كما ذكرنا لم يحملوا عليه هذه الآيات. ومن نفى علمه بشيء لم ينفي علمه عن جميع الخلق. وقد قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته،
فلم يقل عن آية لا تتدبر كما ذكرنا. إذن الذي يقف على الراسخون في العلم يعني هم يعلمون لم ينسب إليهم علم الغيب ولا كيفية صفة الرب، ولكن قصد معنى الكلام. ومن وقف على الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله لم ينفي عن الراسخين في العلم معنى علم معنى الكلام، ولكن نفى عنهم الكيفية للأمور الغيبية، فاتسق التفسيران والقراءتان. يبقى القراءتين في الحقيقة زي ما يقولوا وجهان لعملة واحدة، بس واحد بينظر لوجه والتاني بينظر لوجه آخر، تبصلها من هنا كده والتاني بصلها من ناحية التانية، ولكن كلا الأمرين صحيح. الذي نفى علم الراسخين في العلم نفى عنهم التأويل، علم التأويل عنهم، قصد أن التأويل هو في الأمور الغيبية، ومن أثبت لهم العلم لم يثبت الأمور الغيبية وإنما أثبت معاني الكلام وفهمه. قال وقد روى ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، وقال مجاهد والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون أمنا به، وكذا قال الربيع بن أنس. وروى محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير وما يعلم تأويله إلا الله الذي أراد، وما يعلم تأويله الذي أراد ما أراد، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات ثم ردوا تأويل المتشابهات على ما عرفوا من تأويل المحكمة التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد، فاتسق بقولهم الكتاب وصدق بعضه بعضا فنفذت الحجة وظهر به العذر وزاح به الباطل ودفع به الكفر. بمعنى أن الراسخون في العلم علموا تفسير الآيات التي اشتبهت على أهل الزيغ والضلال الذين حاولوا فيها، لما ذكرنا بالمرة السابقة أن أهل العلم يعلمون معنى أن عيسى روح الله وعيسى روح منه وأن عيسى كلمة الله، ما تفسيره؟ كلمة عيسى كان بكن، وليس أن عيسى هو كن. عيسى روح الله، عيسى روح من الأرواح المشرفة التي خلقها الله ونسبها نفسه تشريفا، منه يعني من عنده وليس جزء منه. فإذا لما حاولوا تأويله على غير وجهه رد أهل العلم الراسخون في العلم الآيات المتشابهة إلى المحكمة، ففهموا المعنى المقصود، وإن كانوا كما ذكرنا لا يثبتون لأنفسهم ولا لغيرهم علم ما استأثر الله به من الغيب الذي لا يعلمه إلا هو. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير. ومن العلماء من فصل في هذا المقام وقال التأويل يطلق ويراد به في القرآن معنيان، أحدهما التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول إليه أمره، ومنه قوله تعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. زي ما قلنا أن الخبر تأويله وقوع المخبر به، متى يقع ذلك؟ هذا لا يعلمه إلا الله. لما وقع تأويل رؤيا يوسف، خد بالك التأويل هنا على معنى وقوع الخبر الذي ورد في الرؤيا وليس على معنى تأويل رؤيا، يعني مع تفسيرها إيه اللي هيحصل. يعني كلمة أنا أولت الرؤيا، أولتها يعني فسرت ما فيها من رموز. نفهم، نقول كانت رؤيا يوسف تفسيرها قبل أن تقع، من ساعة ما رأها يوسف تدل على أن إخوته سيخضعون له، وأنه 11 بالعدد دول مين؟ دول إخوته، ده هذا أمر ظاهر جدا. ولذلك قال يعقوب ليوسف لا تقصص رؤياك على إخوتك، فتفسير الكلام واضح أن الأحد عشر كوكبا هم إيه؟ إخواته، ده تفسير للرمز الذي ورد فيها، والشمس والقمر أبوه وإيه؟ وأمه. لكن ليس هذا هو وقوع التأويل، يا أبتي هذا تأويل الرؤيا، لما سجدوا بالفعل كان هذا هو تأويل إيه؟ الرؤيا. تأويل بمعنى التفسير؟ لا، ده التفسير ده كان الأولاني خالص، ده لما فهموا من الأول، يعقوب فهم ذلك من البداية، ولذا نهاه أن يخبر إخوته بتلك
الرؤيا. لما وقع الأمر الذي وقع الإخبار به فكان هذا هو تأويل رؤياه وسجود إخوته وأبويه له. قال: أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. وقوله: هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه قد جاءت رسل ربنا بالحق. هل ينتظرون إلا تأويل القرآن؟ ما هو تأويل القرآن؟ وقوع ما أخبر الله به من الساعة. إذا وقعت الساعة قامت القيامة، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. يوم يأتي تأويل القرآن يعني يوم يقع ما أخبر الله به. متى؟ ما هو تأويل حقيقة ما أخبر الله به؟ متى؟ لا يعلمها إلا الله. لكن مفهوم المعنى إن في قيامة وفي جنة وفي نار. نعم. يقول: وقوله هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي حقيقة ما أخبروا به من أمر المعاد. فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة، على وما يعلم تأويله إلا الله، لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمها على الجلية إلا الله عز وجل، أمور الغيبية. ويكون قوله والراسخون في العلم مبتدأ ويقولون أمن به خبره. أما إن أريد بالتأويل المعنى الآخر وهو التفسير والبيان والتعبير عن الشيء كقوله نبئنا بتأويله، الاتنين بقى تأويل اللي شافوا الرؤية في السجن يقولوا نبئنا بتأويله، احنا عايزين نفهم معنى الرؤية دي، الذي يسقي ربه خمرا والذي تأكل الطير من رأسه، الذي يرى يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه. تفسير هذا فسره يوسف لما حصل التأويل بالمعنى الأولان، يوم أتى تأويله يوم خرج فلان هذا من السجن إلى السقاية وخرج ذاك إلى الإعدام وقتل وأكلت الطير من رأسه وصلب وأكلت الطير من رأسه. فنبئنا بتأويله اللي هم كانوا طالبينه، أي تفسيره، أي بتفسيره. فإن أريد به هذا المعنى فالوقف على والراسخون في العلم، لأنهم يعلمون ويفهمون ما خطبوا به بهذا الاعتبار، وإن لم يحيطوا علما بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه. يعني سيدنا يوسف فهم المعنى اللي هم ذكروه بس ما قالهمش إمتى هيحصل، الذي متى سيقتل هذا، ده أجل لا يعلم إلا الله. قال: وعلى هذا فيكون قوله يقولون آمنا به حالا منهم وساغ هذا، وأن يكون من المعطوف دون المعطوف عليه، كقولهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، إلى قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. يعني والذين جاءوا من بعدهم لهم الأنصار معطوف على للفقراء، ومع ذلك كان قوله يقولون على المعطوف عليه فقط، حال للمعطوف عليه فقط وليس للمعطوف والمعطوف عليه معا. هذا سائغ، أن يكون حال من المعطوف دون المعطوف عليه، دون أن يكون من المعطوف دون المعطوف عليه. وقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، صفا تعرب إيه؟ حال، حال لمين؟ للملك، للملائكة. وساغ أن يكون حال للمعطوف وليس للمعطوف عليه وهو الرب سبحانه وتعالى ربك. أي وجاءت الملائكة صفوفا صفوفا. وقوله إخبارا عنهم أنهم يقولون آمنا به، أي بالمتشابه، كل من عند ربنا، أي الجميع من المحكم والمتشابه حق وصدق، وكل واحد منهما يصدق الآخر ويشهد له، لأن الجميع من عند الله وليس شيء من عند الله بمختلف ولا متضاد. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا قال تعالى وما يذكر إلا أولو الألباب، أي إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها أولو العقول السليمة والفهوم المستقيمة. وهذا في مدح للعقل، للعقلاء، أن يعقلوا كلام الله عز وجل، أن يفهموا كلام الله. ولذلك في الحقيقة لا عقلاء إلا أهل الإيمان والذكر. وما يذكر إلا أولو الألباب، الغافلون عن ذكر الله ليسوا أصحاب عقول. وهذا يدلنا على أنه لا يصح أن نصف الكفار بأنهم العلماء والعقلاء ونحو ذلك. الحقيقة أنهم أغفل خلق الله وأجهل خلق الله، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا
وهم عن الآخرة هم غافلون، غافلوا عن الأعظم وعلموا الأقل أهمية. زي على سبيل المثال من يعلم كثيرا من العلوم الدنيوية ولكنه غافل عن نفسه إلى أن يموت، فنفع الناس وأحرق نفسه وأهلك نفسه، وانتفع الناس بما قدم لهم من أمور دنيوية. الأخ مش عارف يسكت البتاع. سامحكم الله، الله يسامحكم. اضرب نص دقيقة في كل اللي قاعدين وما تتحسب عليكم، مش عارف هيجي ثواب الدرس ليكم يعوض الكلام ده ولا ما يعوضوش. وتعظيم المسجد، عشان الواحد ما رضاش يجي التليفون بالمسجد اصلا. قال انما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها اولو العقول المستقيم، اولو العقول المستقيمه والفهوم، اولو العقول السليمه والفهوم المستقيم. روى ابن ابي حاتم عن عبد الله بن يزيد، وكان قد أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنسا وأبا أمامة وأبا الدرداء رضي الله عنهم. قال حدثنا أبو الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الراسخين في العلم فقال من برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه ومن أعف بطنه وفرجه فذلك من الراسخين في العلم. رغم ضعفه إلا أنه حسن المعنى جدا، ولا شك أن هذه من علامات العلم النافع. ليس العلم بكثرة إحصاء المسائل، ولكن كما قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. فقد يكون الإنسان حافظا لمسائل، وخصوصا يعني مسائل المتأخرين التي هي بعيدة بعدا كثيرا عن نصوص الكتاب والسنة ومقصود الكتاب والسنة. فالعلوم لدى المتأخرين صارت علوم كلام ومناقشات وجدل، وأنواع العلوم الخادمة التي هي في الحقيقة تراد لفهم الكتاب والسنة، فأصبحت تقاسيمها وتفاصيلها هي التي يتفاخر بها ويقال عن أصحابها أنهم علماء. ومقاصد الكتاب والسنة أهملت عند كثير من الناس، فلربما تجد مثلا القواعد التي قاعدها الأصوليون على طريقة المناطقة لا على طريقة السلف المتقدمين كالشافعي رحمه الله مما يعني في كتابه الرسالة، وإنما كتب إنما يعني وضح قواعد الاستنباط على طريقة أهل العلم. أما علوم المنطق للمتأخرين فهي في الحقيقة مجادلات كثيرة، ليست يعني ليس كلها عديم الفائدة، ولكن كثرت الخوض فيها مما يغني يعني يجعل الإنسان يبتعد كثيرا عن نصوص الكتاب والسنة، كقواعد مثلا التقعر في قواعد النحو والمصطلح ونحو ذلك مما يشغل كثيرا من الناس دون أن يترتب عليه فهم مقاصد الكتاب والسنة، وربما أهمل أحوال القلب الإيمانية والعقائد الواجب اعتقادها والأعمال الواجب عملها والأخلاق الواجب سلوكها، وفي نفس الوقت يعني هو معدود عند الناس من أهل العلم. قال الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتدارون يتدافعون الحديث ويتجادلون، كل يرد على الآخر قوله بآية، يقول كذا يقول يرد عليه بكذا، المهم أن يرد عليه ولا يقصد أن يفهم ما عند الطرف الآخر من الحق. وهذا خطر عظيم، أنه لابد أن يكون غرضنا من الجدال فهم الكتاب والسنة، ليس أنك ترد عليه بآية أخرى وأنت لم تستوعب الحق الذي استدل به. إذا ذكر آية فلا شك أنه قد تضمن شيئا من الحق، فأن يرد عليه بآية يظن أنها تضادها دون أن يجمع بين الأمرين فهذا يتدارأ، يدفع بعضه بعضا، يدفعون الكلام عام يعني ويتجادلون بأن يدفع بعضهم كلام بعض. قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون
فقال إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما أنزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا به، وما جهلتم فكيلوه إلى عالمه. مثال مثلا أن القدرية يحتجون بقول الله عز وجل وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الجبرية يحتجون بقول الله سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون. طب ما الحق في بين الأمرين؟ الجمع بينهما. فنحن نثبت أن الله خالق أفعال العباد، وأنه خلق للعباد قدرة ومشيئة بها تقع أفعالهم، ومن أن أفعالهم تنسب إليهم، فهذا آمن وهذا كفر، العبد والمؤمن والكافر والبر والفاجر، وبهذا يتسق الكتاب كله. وليس أني أهمل الآية الأخرى لأنها ترد على مذهبي مثلا، نعوذ بالله من ذلك، وأن لا يتعرض لها لأنها لا توافق طريقته ويحتج بآية غيرها. لابد أن تقبل الحق من كل من قال به ولو كان خصمه، بل تجمع بين الكتاب بعضه بعض، يصدق بعضه بعضا. وروى الحافظ أبو يعلى عن أبي سلمة قال لا أعلمه إلا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل القرآن على 7 أحرف والمراء في القرآن كفر، قالها 3، ما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه جل جلاله. وهذا إسناد صحيح، لكن فيه إلا بسبب قول الراوي لا أعلمه إلا عن أبي هريرة. وهذا المراء في القرآن كفر، معنى يوصل إلى الكفر، أو الذي يؤدي إلى أن يكذب بعض القرآن، فمن كذب بعض القرآن فقد كفر. وقال ابن المنذر بسنده عن نافع بن يزيد قال يقال الراسخون في العلم المتواضعون لله المتذللون لله في مرضاته، لا يتعاظمون على من فوقهم ولا يحقرون من دونهم. ثم قال تعالى يتعاظمون على من فوقهم، يقول فلان أو فلان مثلا أعلم منه، يقول لا ما تعلمش منه، لا أخذ منه شيئا، واللي تحت مني ده أقل من أنا أقعد معاه، ده أنا أقعد مع دول، ونعوذ بالله من ذلك. يقول ثم قال تعالى عنهم مخبرا أنهم دعوا ربهم قائلين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أي لا تملها عن الهدى بعد إذ لا تملها عن الهدى، قالوا أي لا تملها عن الهدى بعد إذ أقمتها عليه، ولا تجعلنا كالذين في قلوبهم زيغ الذين يتبعون ما تشابه من القرآن، ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم ودينك القويم، وهب لنا من لدنك أي من عندك رحمة تثبت بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتزيدنا بها إيمانا ويقينا إنك أنت الوهاب. روى ابن أبي حاتم عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثم قرأ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. في إسناده شهر بن حوشب. روى ابن مردويه عن أسماء بنت يزيد ابن السكن تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت قلت يا رسول الله وإن القلب لا يتقلب، قال نعم، ما خلق الله من بني آدم من بشر إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه، فنسأل الله ربنا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. هكذا رواه ابن جرير في أيضا في سنده شهر بن حوشب، يعني ضعيف الحفظ. وفي رواية قلت يا رسول الله ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي، قال بلى قولي اللهم رب محمد اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن. اللهم يا رب محمد اغفر لنا ذنوبنا وأذهب غيظ قلوبنا وأجرنا من مضلات الفتن.
وروى ابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلت: يا رسول الله، ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ فقال: ليس من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن، إذا شاء أن يقيمه أقام، وإذا شاء أن يزيغه أزاغ. أما تسمعين قوله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب؟ غريب من هذا الوجه، ولكن أصله ثابت في الصحيحين، وأثر ثابت في الصحيحين من غير تلاوة الآية، والآية والحديث يتفقان على معنى واحد. وروى أبو داود والنسائي وابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم إني أستغفرك لذنبي وأسألك رحمة، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فيه ضعف. وروى عبد الرزاق عن أبي عبد الله الصنابحي أنه صلى وراء أبي بكر الصديق المغرب، فقرأ أبو بكر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورتين من قصار مفصل، وقرأ في الركعة الثالثة، قال: فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد تمس ثيابه، فسمعته يقرأ بأم القرآن وهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. أيضا فيه ضعف، ولكن يدل على مشروعية قراءة في الركعة الثالثة أحيانا. وروى أبو عبيد قال أبو عبيد: أخبرني عبادة بن نسي أنه كان عند عمر بن عبد العزيز في خلافته، فقال عمر لقيس: كيف أخبرتني عن أبي عبد الله المنبيحي؟ قال عمر: فما تركناها منذ سمعناها منه، وإن كنت قبل ذلك لعلى غير ذلك. فقال له رجل: على أي شيء كان أمير المؤمنين قبل ذلك؟ قال: كنت أقرأ قل هو الله أحد. وقد روى هذا الأثر الوليد بن مسلم والأوزاعي كلاهما عن أبي عبيد به، اللي هو القراءة في الركعة الثالثة بربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. قال أنه صلى خلف أبي بكر المغرب فقرأ في الأولين بفاتحة الكتاب وسورة قصيرة يجهر بالقراءة، فلما قام إلى الثالثة ابتدأ القراءة، فدنوت منه حتى إن ثيابي لتمس ثيابه، فقرأ هذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا، إلى قوله: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، أي يقولون في دعائهم: إنك يا ربنا ستجمع بين خلقك يوم معادهم، وتفصل بينهم، وتحكم فيهم فيما اختلفوا فيه، وتجزي كلا بعمله وما كان عليه في الدنيا من خير أو شر. ولنا كلام على تفسير هذه الدعوة العظيمة الجامعة المرة القادمة إن شاء الله. لا مال كده بس، الحديث ضعيف. هل يجوز لطالب العلم المسافر أن يصلي في البيت دون عذر حتى يقول لا يراه الناس؟ وماذا لو رأه الناس في كل صلاة؟ هذا جهل، لا يجوز أن يصلي من طلب العلم إلا في المسجد حيث ينادى بالصلاة، ولو كان من غير أهل البلد. فليس مجرد السفر عذرا في التخلف عن الجماعة، حتى يخشى فوت الرفقة، فضلا أن يكون ناويا الإقامة أياما أكثر من 4 أيام، فعليه أن يحضر صلاة الجماعة إلا من عذر خوف أو مرض.
يقول أنك ذكرت في سورة يوسف أن هناك بعض العلماء جعل مجرد فعل المعاصي التباهي بها في مجالس أهل الفسوق من استحلال الذنوب، وبالتالي يحكم بكفره. أفلا يحتمل أن يكون هذا القول له وجه صحيح بسبب التفاخر بالذنوب؟ هذا الكلام فيه نظر، أن هذا القول له وجه، ليس مجرد أن يذكر الإنسان معاصيه وسط أهل الفساد استحلالا، وليس أنه يتفاخر بأنه قد فعل هذا الأمر محرما، هذا كلام ضعيف جدا، أقصد أنه فعل هذا الكلام مستحلا. فقد يكون عالما بالتحريم، لكن هو مع جماعة من أهل الفساد، كل منهم يذكر قوته مثلا في جماع النساء، فيذكر أنه فعل كذا وكذا، ليس من أنه يعني يستحل المعصية، ولكن يذكر قوته في مجال ما، يذكر أنه ضرب 10 رجال مثلا، وهذا ظلما ظلم الناس، فلكنه يريد أن يبين قوته، فهو يفتخر من هذا الباب، فليس هذا استحلالا للذنب. لا أرى لهذا الكلام وجها، ولا أعرف عليه دليلا، ولم يأتي هو بدليل، وليس مجرد قول أن المتباهي بالذنب مستحل، ليس هذا بدليل، بل هو ادعاء أن الذي يفتخر بالذنب معنى يذكره أمام الناس ويرى نفسه قد فاق غيره فيه، أن ذلك يكون استحلالا. ورد عن بعض السلف هذه الحكمة الجميلة: الناس نيام فإذا هم ماتوا انتبهوا. فإذا كان في السلف من كان نائما، فما بالنا في عصرنا؟ ونسأل الله العافية. لا نريد أن نقول الكل نيام إلا من رحم الله. هل إن كان في بيته وسمع غناء من الخارج يلزمه أن ينتقل لغرفة أخرى؟ الاستماع هو المحرم، أما مجرد السماع دون قصد، السمع دون قصد، فيلزمه أن يكره ذلك، وإن استطاع أن يسد أذنيه أو ينتقل لمكان لا يسمع فيه فينبغي عليه أن يفعل. لو أن أحدنا صنع بغيره معروفا فلم ينطق بحرف شكر ووجد في نفسه، هل يعد هذا نقصا ويعارض قوله تعالى من الصالحين: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا؟ نعم، يعد نقصا. لا تطلب من الناس، لأنهم لم يقولوا ذلك بلسان المقال، لا يقول لا أريد منك شكرا، لا، وإنما هو في نفسه لا يحدث نفسه بطلب الشكر. هو صحيح أخذ حسنات، عايز تاني، عايز من مين؟ لو هو عايز يبقى هو لا زال لا يريد إلا وجه الله فقط، يريد ثناء الناس وشكرهم، إذا ناقص النية على الأقل إن لم يكن حابط. هل النهي عن أسماء التزكية الواردة ينسحب إلى غيرها؟ إنما هن 4 فلا تزيدن علي، كما قال ابن عمر، وإلا فالأسماء التزكية كثيرة جدا، حتى مسلم فيها تزكية، ومحمود فيها تزكية، وهم كاتبين مؤمن، ده هم كاتبين مؤمن مخصوص. حمدك الله. هل من الفقه المشي إلى صلاة الجماعة الجمعة إلى مسجد بعيد مسافة 9 كيلومتر من أجل خطوات، إن كان له غرض صحيح في الذهاب كخطبة فيها علم، أو مسجد جامع أكبر وجمع غفير ومسجد من أهل السنة ومن بجواره ليس من أهل السنة، لكن لو كان بجواره مسجد كبير وجمع غفير وخطبة حسنة على يعني فيها علم من أهل السنة، كان الذهاب إلى المسجد الذي هو كذلك أولى من البعيد. ما أنا قلت ماشي، بس بشرط أنه هو يكون فيه غرض شرعي وليس مجرد المشي وخلاص، ليستمع وينصت. دخلت المسجد بعد أن صلوا الجنازة، لم أستطع الذهاب إلى المقابر، هل يجوز أن أصلي صلاة الغائب في المسجد؟ لا يشرع ذلك، والله أعلى وأعلم، لأنه لم يرد. إما أن تصلي على القبر وإما قد فاتك. ما معنى قبول شهادة مستور الحال في قضية اللحوم المستوردة؟ احنا بنقول ان هو واحد بيخبر ان ما عنده من لحم قد ذبح، فالاصل في المسلم ليست ان هذه قضية مثلا هنحكم فيها بقطع يد ولا بقتل انسان ولا نحو ذلك، لكن الاصل في المسلم السلامة، فهذا الذي نذكر انه نقبل خبره وهو مستور الحال فيما يدعي، لان الاصل في المسلم انه صادق وليس بكاذب.
هل يجوز التحدث بين رجل وخطيبته على التليفون مثل ما يجوز بين الأجنبي والأجنبية، كلام بالمعروف دون خضوع بالقول قدر الحاجة، إن قضت الحاجة لا يستكمل الكلام. حكم الصلاة للمسبل ثيابه. صلاة المسبل منهي عن الإسبال، صلاته صحيحة وهناك نهي عن الإسبال، وحديث لا يقبل الله صلاة المسبل ضعيف. سب الدين لحظة غضب دون تعمد ما كفر ذلك، ينطق الشهادة ويدخل في الإسلام إلا إذا كان خرجت منه دون أن يقصد ذلك فعلا، وإنما كلمة لا يدري لا يقصد معناها، فإن قصد معناها كفر، وهو عندنا في الظاهر كفر، فيلزمه أن ينطق الشهادة. سلام الله وبركاته. ها؟ الاغتسال على الراجح لا يلزمه إلا إذا أجنب حال كفره حال ردته. حكم الجلوس على المقاهي وسط المنكرات، لأن أحسبك تسألني عن حكم المرور بجوار المقهى، الواحد بما متضرر وهو معدي قدام القهوي، فما بال حكم الجالس؟ والله من نتضرر. العمل في البورصة قد ذكرناه من قبل أن نسبة غالبة من الشركات إما فيها سندات محرمة، إما شركات نشاطها محرم، إما شركات تتعامل في الربا. لبس غطاء الوجه المرأة، تغطية المرأة وجهها، فيه قولان لأهل العلم، الجمهور على أنه مستحب. يعمل في مصنع، هناك أشخاص لم يصلوا إلا عندما أكون معهم، أصلي اضطر إلى الصلاة في العمل ليصلوا، هل أصلي في المسجد وأتركهم أم أصلي معهم؟ عليكم السلام ورحمة وبركاته. بل يمكن أن تؤذنوا وتقيموا فأنتم جماعة والأرض كلها مسجد، فإن كان هناك مصلحة في ذلك فافعل، صلي معهم لعلهم أن يحافظوا على الصلاة. قول عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسروده سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني يفعل ما أمر به في القرآن. هل هذا الدعاء خاص بصلاة الليل أو في الفريضة والنافلة؟ في كل ركوع وسجود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول قولي هذا، أستغفر الله.